القاهرة ليلا لم تعد تلك المدينة الساهرة، إنه حظر التجوال. فالظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد جعلت من أنشط عواصم العالم مدينة يلفها الظلام والصمت. عم عفيفي يجلس ساعات طويلة لحراسة هذه المحال المغلقة لتأمينها خشية الاستيلاء على محتوياتها. أنا حزين لأن الظلام، يعني المحلات بتبقى شغالة، كل منور وكل في حركة وجري، إنما دلوقتي ماشي في الشارع ظلام، كلها ظلام، يعني حتى الواحد بيبقى خايف على نفسه. ميدان طلعت حرب الذي يقع في قلب المدينة التي لا تنام أبدا بات موحشا. سائق هذا التاكسي خرج باحثا عن قوت يومه رغم صعوبة ما قد يلاقيه. هو الحجر أمان، بس هو كل النظرية اللي احنا ما بنعرفش نجمع الوردية، لأن ما فيش زي ما انت شايف طرق كلها مقفلة، حتى احنا ما بنعرفش نكمل الوردية بتاعتنا. وفي حالة الطوارئ تعزز قوات الأمن من وجودها في كل مكان. رغم انتشار الأجهزة الأمنية للتأكد من التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، إلا أن هناك من يحاول التغلب على أجواء الهدوء التي لم تكن تعرفها القاهرة وشوارعها النابضة بالحركة والحياة. هنا تختلف الصورة، ففي هذا المقهى الشعبي يتجمع رجالات المنطقة للسمر ليلا رغم حظر التجوال. الشعب المصري من صغره هو متعود على ده، من صغره هو الليل القاهرة بالنسبة له هو الجو، هو السحر، هو اللي بيقدر يمارس فيه متعته وحياته، وهو ده يعتبر المتنفس بتاعه. مجلس الوزراء المصري أرجأ بدء سريان حظر التجوال من 7 إلى 9 ليلا بتوقيت القاهرة، إلا أن حالة القلق التي تسيطر على نفوس المصريين لن تنتهي إلا بعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى. رفيدة ياسين، سكاي نيوز عربية، القاهرة.